على أنهم عراقيين بالأصل وبالهوية وليس بالأحزاب. ولذلك احنا نخاطب الواعين اللي يسمون نفسهم واعين والمفكرين والمثقفين، مو تروحون تلزمون سرة على والله واقفين بالسرة تسلمون على رئيس وزراء. هو موظف في الدولة العراقية، هو مو جاء قائد انقلاب وسوى انقلاب مثل ذاك الرجال وسيطر وهيمن. شنو هذه النبرة الجديدة؟ لذلك هذا نوبات يشعرنا بالإحباط يا أستاذ نجم. نعم. انه هاي نخبنا الفنانين وكذا، شنو واقف سرة؟ شنو هالعناوين الكبيره انتم لازم لك مسرد؟ شنو وين هذا الشيء؟ هاي الصوره النمطيه يجب ان تنتقد هذا البجل هاي من خلالك الى السوداني، وانا اتحمل نتائجه. اللي حولك ده يغشوك، هذه الصوره لا تليق برئيس وزراء جاء وقسم حط ايده على القران وقال انا جاي اخدم واقف بوجه الفساد. طيب. لا، هذه الصوره غير صحيحه وغير مرغوب بها ومرفوضه، وهنا الحقيقه في واشنطن اكو انتقاد كبير لها وراح تدفع ثمنها يا حسا انت علينا الان راح تدفع ثمنها من مستقبلك السياسي. نعم الان هو لا. يسمع لما تقوله من خلال هذا البرنامج، واتمنى الجماعه بالمكتب الاعلامي يقولوا له يعني هسه إيه سواء اتفقتم او اختلفتم مع الاخرين، واسمعوا هاي الرساله يا مكتب الاعلامي رئيس الوزراء. لا تتعاملوا مع الناس لا اذا سمعت الرساله احمد، لا تتعاملوا مع الناس بكونكم من هذه الجهة ومع من تلك. أنتم في مكتب رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء مكتب لكل العراقيين. إذا كنتم من أحزاب فهذا شأنكم، أما في مكتب رئيس الوزراء يجب أن تنظروا العراقيين على أنهم عراقيين بالأصل وبالهوية وليس بالأحزاب.